يمكن تصريحات أفشى ناس كتير جدا علقت عليها، وتطورات كتير فيما يتعلق بقصة عدم مشاركة أفشى في التدريبات، وده اللي يمكن احنا انفردنا بيه بالأمس في بلس 90. يعني ازاي تابعت تصريحات أفشى ورأيك فيها ايه؟ لأن البعض وصفها بأنها بتصريحات خطيرة إلى حد كبير. يعني انا بس عايز اسال سؤال ليكم للاستاذ علاء، بلاش لحضرتك، اتفضل. هو قفشه توقف ليه؟ يعني ده انا مستغرب، هو مين قال هو انه توقف؟ عمل ايه عشان يتوقف؟ هو مين قال انه مين توقف؟ قال توقف؟ انت قلت التوقف، لا انا ما انت قلتش قلت توقف امبارح خالص، منعوا من التدريب، منعوا من المران، ما لكن هو مفيش قرار، منعوا ده مفيش معناه قرار بالايقاف، في ما القرار. ده معناه ايقاف، ما هو منعوا لا من المران، ممكن بكره ينزل وده التدريب لاعب عادي. كوره انا هو نفسي بيعمل قلت ايه؟ قالوا له النهارده، قلت انه بكره بنسبه 95% قفشه موجود في التدريبات، ماشي لكن اوكي، انا بتكلم في فرق. اتعاقب ليه؟ طب بلاش اتعاقب ليه؟ بس ممكن نقولها كده. اتعاقب ليه؟ ايه اللي عمل ايه عشان يتعاقب؟ هو الراجل ادلى بمجموعه من التصريحات، ايه بقى المشكله ان يتعاقب؟ يعني النادي الاهلي يعاقبه ليه؟ انا مش لاقي مبرر لمجلس اداره النادي الاهلي او لاداره الكره في النادي الاهلي انها تعاقب قفشه، مش لاقي مبرر إدارة اصلا. النادي ما عاقبتش قفشة. هو ده رئيس الجهاز الفني اللي المدير الفني، مش رئيس جهاز الكره لا أنت يعتبر؟ بتتكلم، أنت بتقول مجلس إدارة النادي الأهلي هيعاقب قفشة. بقول مجلس إدارة، بقول لا مش لاقي مبرر لمجلس الإدارة أو للجهاز الفني أو لإدارة الكورة بشكل عام، كل المجموعة دي إن هيعاقبوا ما قفشة. فيش ولا طرف في النادي الأهلي عاقب قفشة. هو ما فيش قرار بالعقوبة، ما فيش عقوبة هو أصلاً. في قرار من المدير مش الفني بمنع منعه ده قفشة مش من عقوبة. التدريب. عمرو أنت أنت مش الناس بتتكلم، معتبر منعه ده عمرو عقوبة؟ عمرو أنت مش من الصبح عمال تقرا أنا غرامة بسألك مليون سؤال، جنيه، غرامة منعه مليون جنيه، عقوبة وبعدين ولا الناس مش بتقول لك غرامة عقوبة؟ نص مليون جنيه، هو ارتكب بغرامة ولا مليون جنيه ونص مليون جنيه، والموضوع تقريبا اتقفل في النادي الاهلي، تقريبا اتقفل في النادي الاهلي. انت عايز تقفل على الموضوع وخلاص. عمرو انا دلوقتي، الراجل عمل انفراد، انا عايز دلوقتي تبوظه له؟ يا عم مش عايز ليه عايز يا عم ليه مش انفراد. عايز تقول ان تعالى مفيش يا حاجه استاذ الامير، حصلت؟ الناس كلها عارفه ان امير اتكلم على وقعت منعه من التدريب امبارح، هل ده حصل ولا طب دي لا؟ عقوبه حصل ولا مش بس عقوبه؟ النهارده شارك في المران ولا لا؟ لا خلاص يبقى احنا كده اللي بس قلناه امبارح هو اللي حصل، لكن لكن ان هو لو شارك بكره لكن طب مثلا انت ده شايف قرار انه عادي الراجل. يعني اللي حصل ده عادي؟ يا عمرو واحد، انا بسالك سؤال، ده عادي؟ اجراء عادي المدير عادي؟ الفني، المدير الفني شايف ان تصريحاته ما كانتش على صواب. طب ودي لا دي, دي دي اصلا مهمه المدير الفني؟ طب مش انت لا كنت، هي مهمه المدير ثانيه طبعا. واحده بس، انت مش انت كنت مصدعنا بمدير الكوره ان هو دي مهمته وشغلته؟ طب مدير الكوره بصراحه عمل دي دوره، المفروض مهمه مدير الكوره. طب مدير الكوره عمل طب دوره عمل ليه جدا، كده اللي المدير هو ايه؟ الفني؟ لا عمل حاجات كتيره، عمل لا في الموقع دي عمل لا عمل حاجات كتيره. ايه ايه بقى؟ طب ما عايزين قول لنا لا حاجه، مش كل حاجه تتقال. قول لنا بس لا ايه، انا عارف كل اللي عمله، ادينا حاجه من اللي انت عارفه ده. ان هو وصل لاداره النادي الاهلي ان مفيش عقوبه على الولد، ان هو يعني طلب باداره النادي الاهلي ان ما تاخدش عقوبه ضد الولد، وقال لك التصريحات دي، وقعد مع بعض من اللاعبين النهارده، وفي بعض اللاعبين كتيره جدا جدا تفهموا وجهه نظر كابتن خالد بيبو، وان الازمه ما تكبرش اكبر من كده، وخالد بيبو نجح انه يخلي الازمه في حدودها، انتهت القصه على كده ومفيش عقوبات. انا في الحفله النهارده امير كان موجود، لعيبه النادي الاهلي، انا كان جنبي كريم نيدفيد، واتكلمت مع كريم نيدفيد قال لا ده خلاص تصريحات وعدت وبتاع كده، كلمت حسين الشحات خلاص ده موقف وعدى، كلمت كهربا قال خلاص يعني ايه ده حبيبنا. ممكن طب اقول لك معلومه؟ اتفضل. اقول لك معلومه يا استاذ عمرو؟ اتفضل. زعلانين؟ زعلانين طبعا. ثواني بس بغض النظر عن دي عشان اكمل بس بقيه المعلومه اللي اتكلمنا فيها، انت دلوقتي قفشه بكره بنسبه كبيره زي ما قلنا هينزل التدريبات، جدا. وقد يعلن النادي الاهلي عن غرامه على محمد مجدي قفشه، قد يعلن عقوبه عباره عن غرامه من خلال مدير الكوره بعد توصيه من كولر، بعد قرار وطلب من مستر مارسيل كولر، قد يعلن النادي الاهلي خلال ساعات عن غرامه على محمد مجدي قفشه وفي نفس الوقت يشارك في التدريبات. ماشي. بطلب مش قرار بيبو، مش قرار خالد بيبو، ده قرار كولر. مستر كولر هو اللي طلب كولر كده من كابتن خالد بيبو. هيعرض عليهم والاداره توافق او ما توافقش، الاداره ليها حق انها توافق او ما توافقش على طبعا. العقوبه، لكن انت من امبارح يا امير يعني انت قلت حاجه النهارده الناس ايوه، مشيت. فين دور خالد بيبو في الموضوع؟ يا الدور دور يا مدير يعني الكوره مش كولر كل، هو اللي يعمل؟ يا عمرو طب ما نلغي مدير الكوره، منصب يا مدير عمرو مدير الكوره الكوره، ويحدي يا عمرو يا عمرو حبيبي، مدير الكوره ليه حاجات مش كل حاجه بتعلن عنها، مش كل حاجه. انا سهل جدا ما جدا انت دلوقتي بتقول احكي ما احتوى الموضوع ما فيش حاجه، ما احتواه ازاي؟ ما في تفاصيل يا عمرو، في كواليس ايه مش مطلوب يا عمرو. مش لاقيين مدير حاجه، الكوره انت مش عايز تقول حاجه، انت بتقول لا لنا ما في اقدرش اقول لك كواليس، كل حاجه يا عمرو، ما اقدرش اقول لك. طب تقول اقول لي لك ليه؟ معلومه كمان؟ قول لا يعني مدير الكوره، يعني ثواني مدير ثواني الكوره حاول يا استاذ علاء من خلال من امبارح للنهارده انه يقنع كولر باشراك قفشه في التدريبات، فده دور الكابتن خبيب والانبي اكبر من كده ايا كان، انا مش دعوه، والله بقول لك العظيم معلومه. دوره اكبر من كده بكتير، اوكي بس مش كل حاجه تتقال يعني. وبعد كده مدير الكوره اللي يحتوي ازمه
مش لازم يطلع يقول لك تفاصيل حل الازمه يا عمرو. ده شغله غرفه. لا انت اللي تقول لي، انا ما بقولش. لا وانا مش كل حاجه اقولها عارف. ايوه انا عارف كل حاجه. قول الراي العام. هو نجح وانت عارف ومخبي. لا هتخبي، ما تقول يا عم اللي عندك. ان هو مش اولا كل ان هو ما يطلعش يصرح، دي اكبر حاجه ان هو لازم ما لا تضخم. واهم حاجه النجاح لمدير الكره ان الازمه ما تكبرش. لكن لما يطلع الناس النهارده يتكلموا على ان الاهلي يعرض قفشة البيع، لا ده تهريج يعني. ده كلام مش موجود. اذا كان احنا معترضين ويقول لك توقيع غرامه 1,000,000 جنيه عليه، ما حصلش. ونص مليون جنيه يا باشا لحد دلوقتي. لكن مدير الكره اذا كان احنا معترضين على ان اصلا ما فيش حكومه يمنع من التمرين، انا معترض اساسا. هو ما عملش حاجه، هو ادلب مجموعه من التصريحات عادي جدا. عليك على تصريحات قفشة. انا شايف ان هي كانت عفويه جدا جدا. عفويه تمام. عفويه جدا جدا تمام. وانعكاس لشخصيته الحقيقيه. يعني مش متكلف، واحد مش متكلف اطلاقا. أوكي. حتى في عادته وهو بيتكلم، لبسه، اسلوبه، ضحكته، قصه الشاي بلبن ومش عارف بتاع ده، واحد عفوي وفطري. لكن للاسف برضو كان عليه ان هو لو ما حضر كويس ما كانش في تصريحات كتير جدا زعلت. ايه اللي اتاخد على قفشه في تصحيح. حديثه عن جائزة أفضل لاعب في المباراة ما عجبتنيش خالص. حديثه إن في بعض بس هو حقيقي على فكرة، هو اتكلم بواقعية حقيقي. هو قفشة لما نزل كان أحسن فعلا لاعب في المباراة. لا أصل النماذج اللي جابها بتخص زمايل ليه، يعني هي دي النقطة. معلش ما تزعلش. أنا لو زميله مش هزعل. يعني أنا شايف إن أنا عندي حق. إيه المشكلة يا جماعة؟ بص يعني أنا ممكن أتكلم في المطلق، لكن ما حددش اشخاص. هو حدد، ما هو الواقع عشان ماتش معين فطبيعي ان لازم. لا ما هو لازم الطرف الثاني. انا ممكن اقول انا مثلا مش راضي عن اختيار رجل مباراه في مباراه الدوري في مصر. وسيبها كده. ليه سيبها؟ هو بيتكلم عن الواقع محدد. لا مش عيب ان يتكلم عن الواقع يا عمرو. يعني انا لما اكون انا وانت وامير بيديني جايزه، اقول الجايزه كنت تستحقها انا، انت هتزعل مني؟ يعني ايه استحقها انا؟ طب وانا مش كويس معاك؟ وبرضه لا، انا شايف تصريحاته دي ما كانتش تحديد اسماء والكلام على ان في بعض اللاعبين بتاخد لقطه مش بتاخد لقطه، دي برضه مش كويسه. الحديث ان هو كان في ازمه بين اتنين لعيبه هو دخل فيها دي برضه حاجات ما كانتش دي بتقال. بتشير ان في خناقه حصلت بين اللعيبه. الخناقات دي موجوده على طول، بس ده وارد في اي مكان. وارد يعني، ده موجود على طول. ما ينفعش انا اتكلم بالظبط. هي دي بعض النقط. هو كان غير موفق. ما ينفعش لا ما ينفعش ان في خناقات بين زمايلي. وانا انت اللي تقول طبيعي، ده عادي جدا. ماشي، الاعلام هو اللي يقول يا عم. ماشي الاعلام هو اللي يقول يا استاذ عمرو. انتوا ليه عايزين توصلونا ان انتوا مثاليين؟ مش مثاليين عندكم في كل حاجه يا عم. امير بيقول لك ما بتحصل عادي، وانا بقول لك بتحصل 100,000 مره. احكي لك بس بتحب المثاليه بتعجبكم. هو استاذ عمرو عايز يقول كلمتين في خير. لا هو بيحبوا المثاليه بجد، بيعشقوا المثاليه، بيحبوا يبقوا هم المثاليين بس. لا ماشي يا عم، انتوا ما بتحصلش عندكم حاجه وانتوا زي الفل.